سوف نشاهد في هذا العرض الأرقام التي رصدها التقرير بشأن الانتهاكات التي وقعت بحق أطفال سوريا خلال عام 2021. نتابع. من هذه الأرقام أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرا حمل عنوان الأطفال والنزاع المسلح. استعرض التقرير الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الأطفال في سوريا خلال العام 2021، مبديا قلقا كبيرا من تصاعد وتيرة العنف بحق الأطفال وخاصة عمليات القتل والاختطاف والتجنيد. نتابع التقرير ونعود للنقاش. هم الحلقة الأضعف في حرب اغتالت على مدار أكثر من عقد براءتهم، فأمسوا بين قتيل وجريح، مهجر ومعتقل، مخطوف ومجند. هي حكاية أطفال سوريا الذين نهشت ضراوة الحرب غض أعمارهم وسلبت ما بقي من مستقبلهم. تقرير أممي جديد يستعرض الانتهاكات التي وقعت بحقهم، فماذا جاء فيه؟ التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حمل عنوان الأطفال والنزاع المسلح، وغطى فترة العام 2021 بتسجيل أكثر من 2271 انتهاكا جسيما بحق 2200 طفلين على امتداد الجغرافيا السورية، إضافة إلى 74 انتهاكا وقعت في الأعوام السابقة وتم التحقق منها في العام 2021، شملت عمليات الاختطاف والتجنيد لأجل المشاركة في الحروب فضلا عن القتل والتشويه وجل صنوف الاعتداءات. ركز التقرير الأممي على عمليات التجنيد التي تعرض لها الأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية وعناصر الشبيبة الثورية وقوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة، مبديا قلقا كبيرا من تضاعف عمليات التجنيد، حيث وصل عدد الأطفال المجندين على يد مختلف الفصائل إلى 1296 طفلا وطفلة، ومطالبا مختلف الفصائل وخاصة قسد بوضع حد نهائي وفوري لمختلف أنواع الانتهاكات.
في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، قال إن أطفال سوريا تعرضوا على مدار 12 عاماً لأسوأ أشكال العدوان وسط فشل تام في التوصل إلى حل في الملف السوري، شمل ذلك القتل والعنف الجنسي والتجنيد واستهداف المدارس والمستشفيات، إلى جانب محدودية وصول المساعدات الإنسانية، محملا النظام وروسيا وإيران المسؤولية عن انتهاكات وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. تتتالى التقارير الأممية والتوثيقات الحقوقية ولا يغير المجتمع الدولي شيئا بعد أن تعدت قضية أطفال سوريا أن تكون أكبر مأساة إنسانية بعيد الحرب العالمية الثانية، وفق تصريحات الأمم المتحدة لتصير أكبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي أجمع. أجدد الترحيب بك نور الخطيب، مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. يعني بعد هذه التقارير وهذه الأرقام التي وثقت بحق الانتهاكات المرتكبة للأطفال، ما هي أبرز الانتهاكات التي لاحظتموها أو وثقتموها؟ وهل الوتيرة في ازدياد أم أن الحدة أقل كون عسكريا على الأرض لم يعد هناك جبهات كما السابق؟ نعم، طبعا يجب الإشارة إلى آخر ثلاث تقارير قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع، كانت سوريا في مقدمة أسوأ الدول في العالم بالانتهاكات الخاصة بالطفل، يعني دائما تأتي في المرتبة الثانية أو الثالث يعني كل عام، طبعا ضمن أسوأ الدول. بشكل خاص ورئيسي بموضوع عمليات أو بقضية عمليات تجنيد الأطفال، طبعا التقرير نحن كشبكة سورية من المصدر الأساسي فيه عن طريق من خلال التعاون والشراكة مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، يركز على بشكل رئيسي على الانتهاكات الجسيمة بحق الطفل، ونقصد هنا بالانتهاكات الجسيمة هي انتهاكات القتل وتشويه الأعضاء، عمليات الخطف والاعتقال، التجنيد والاغتصاب بشكل رئيسي، يعني أنه لا نذهب لانتهاكات أخرى التي تتعلق بعمالة الأطفال وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة وغيرها، بل فقط الانتهاكات الجسيمة المهددة لحياة. وهذه نستطيع أن نسميها الانتهاكات غير المباشرة، كون يعني الوضع الذي هو اليوم في سوريا بكل المناطق والسلطات المختلفة هو سببها أصلاً النظام. بالتأكيد يعني استمرار الانتهاكات بحق الطفل هو السبب الرئيسي له، يعني حتى في الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف الأخرى نعود لأصل المشكلة، هي استمرار وجود النظام السوري وظهور أطراف، هذه الأطراف قلدت النظام وأصبحت نسخة عنه في الانتهاكات التي تمارسها، مع الأخذ بعين الاعتبار مثلا حجم الانتهاكات وخلفياتها وتنوعها واختلافها من منطقة إلى أخرى. طبعا بموضوع عمليات التجنيد وهو يعني الخطر الرئيسي اليوم الذي يواجه الأطفال في مختلف المناطق، التقرير ذكر أن الطرف الأكبر كان هم فصائل المعارضة وثم هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية، طبعا كل طرف لديه سياسة في عمليات تجنيد الأطفال، مثل الفصائل إذا مثلا نقارن قوات سوريا الديمقراطية دائما لديها مثلا أسلوبين، إما تقوم بخطف الطفل أو تقوم بحملات لاعتقال الأطفال ثم تجنيدها أو بالتأثير على معتقدات الطفل من أجل فتح باب الانتساب والتجنيد لهم. مناطق فصائل المعارضة طبعا معظم الفصائل يعني ليست لديها مشكلة في تجنيد الأطفال، بل على العكس الطفل هو يعني يعتبر أرخص من المجند البالغ طبعا، ويمكن التأثير عليه بشكل على المدى الطويل، يعني حتى نحن لدينا في قاعدة بياناتنا يعني مئات الأطفال جند وهم أطفال وهم الآن بالغين، يعني أصبحوا بالغين وما زالوا مجندين. فأيضا هيئة تحرير الشام تقوم عبر معسكرات دينية وأيضا تأثير على عقيدة الطفل، وتعتبر يعني بالعكس مشاركة الأطفال لديها هي مرحب بها ومحبذة وتشجع المجتمع على تجنيد أطفالها، كحال الميليشيات الإيرانية. إذن اليوم المعارضة تلعب دور كالذي تلعبه الميليشيات الإيرانية بموضوع تجنيد الأطفال.
نعم، الأدلجة أقصد، يعني جميع الأطفال تستغل الأطفال كمجندين، كما ذكرنا أيضا الأوضاع الاقتصادية يعني هي سبب رئيسي يدفع معظم هؤلاء الأطفال من أجل طب الالتحاق ب من المسؤول بهذه الحالة، وكيف يجب الحد، كيف نستطيع الحد من هذه الانتهاكات؟ هذا في حال تحدثنا فقط عن موضوع التجنيد، يعني لم نتحدث عن الانتهاكات الأخرى كما ذكرنا بالمحور الأول من الاعتقال والتعذيب للأطفال. طبعا المسؤول المباشر هي الجهة التي تقوم بعمليات التجنيد، كل طرف يعني اليوم أطراف النزاع هي جميعها مسؤولة، وجميعها يعني حتى لو أنها طرف ولكن هي ملزمة بالتقيد بقواعد القانون الدولي، يعني القانون الدولي ليس مقيد فقط للنظام السوري كونه دولة، وحتى أيضا الأطراف النزاع الأخرى هي ملزمة، وحتى لو لم تكن موقعة هي ملزمة بموجب قواعد هذا القانون بالالتزام، وتجنيد الأطفال هو محظور، يعني حتى لو جاء الطفل وقال أنا أريد أن أتطوع، يعني حتى لو جاءهم الطفل بنفسه طوعية. لم يضغط عليه أحد ولم يتعرض للاعتقال ولم يتجنن، عليهم أن يرفضوا هذا. نحن على العكس، يعني ما نشاهده مثلا لدى الفصائل باب الانتساب مفتوح للأطفال، وطبعا جميع الأطراف يعني الآن جميع الأطراف تنكر عمليات التجنيد، قصد الهيئة جميعهم يقولون نحن لا نجند الأطفال، ولكن فعليا هذه الانتهاكات موجودة في لدى قوات سوريا الديمقراطية. مثلا مكتب أنشأوا مكتب حماية الطفل بعام 2020، هذا المكتب كان مخصص للأهالي من أجل الإبلاغ عن حالات تجنيد أطفالهم، مع ذلك نحن لم نلحظ يعني أثر حقيقي لهذا المكتب باستثناء بعض حالات التسريح التي سجلناها، ولكن ما زال هناك أكثر من 200 طفل مجند لدى قوات سوريا. وهناك قبول، يعني قبل الانتهاء فقط في 20 ثانية، هناك قبول من الأهالي بمعظم الحالات عن هذا التجنيد، يعني أهل الطفل ليس لديهم مانع، لا يبدون تمنع عن في حالات أهل الطفل، يعني كما ذكرت بسبب الحاجة المادية أو الأوضاع الاقتصادية، يعني لديهم قبول نوعا ما بتجنيد أطفالهم، ولكن حتى لو الأهل قبلانين وكما ذكرت حتى لو الطفل قبلان، السلطة المسؤولة يجب أن لا تقبل. السلطة المسؤولة يجب أن ترفض ويجب أن تحاسب من جند، ليس فقط أن ترفض. شكرا، ولكن يعني هناك أيضا حالات لا هي كانت تجنيد قسري للأطفال. نعم، شكرا لك على هذه الإحاطة، نور الخطيب مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. شكرا لكم.